تفضل تفضل. لا هو لان قلت له غادي نرجع لك فغادي نجي لا انا كنشوف غير البنت لي دو كان. بسم الله الرحمن الرحيم. صعيب نديرو معايير استاذ. تفضل تفضل سيدي الله يخليك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد العبوبي رئيس لجنه التنميه الاقتصاديه بالجهه سوس مسا. انا كنشكر جميع المتدخلين طرحوا واحد المجموعه ديال الامور المرتبطه بالتدقيق ديال الاختصاص. انا السؤال اللي عندي واش ما كايناش واحد المقاومه ديال التغيير لا ريزيستونس او شونجمون، وهاد المقاومه فيها جوج ديال الجوانب. كاين اولا المركز اللي مازال ما بغاش باش يعطي الجهات الاختصاصات ديالها، وكاين جزء من العمال والولات اللي ما كيحترموش الاختصاصات اللي كاينه عند المجالس ديال الجهات. انا كبغيت نعرف، بغيت حنا هاد المناظره باش يكونوا توصيات في هاد الاطار هذا، باش هاد المقاومه ديال التغيير، بما ان هذه اراده ديال الشعب المغربي وديال جلالة الملك، راه خص يساهم فيها الجميع ويساهم في النجاح ديالها. وشكرا. شكرا استاذ. تفضل.